مرحبا، انا الدكتور احمد حصري، بروفيسور بالامراض الصدريه ورئيس العنايه الفائقه بمستشفى الجامعه الامريكيه. بدي احكي على الكورونا اليوم. بعرف انا في كثير بالسوشيال ميديا وفي كثير على التيفيز معلومات وانفورميشن، وبفتكر المجتمع اللبناني صار عنده معلومات كثير على الكورونا، ولكن انا بدي احكي على كذا شغله في شوي عليها كونفيوجن او في شوي عليها مغالطات. اول شيء بالنسبه لوضع الكورونا بلبنان، بعرف أنا أنه كان في عنا ثغرات مهمة بالمطار وبالحدود، وهالثغرات هلأ عم بتصير بمرحلة إحكام جيدة، وبعرف أنه في عنا قصص أنه عم ينتقل المرض وإلى آخره. هلأ بالنسبة للكورونا، لبنان واللبناني هو إنسان اجتماعي، ولكن لحنا اجتماعاتنا بلبنان الحمد لله أصبحت كتير محدودة. في عنا أشياء بلبنان كتير منيحة، يعني إحنا ما عنا مترو، ما عنا هالستاديومز الكبيرة، ما عنا هالاجتماعات الاختلاط القوي في لبنان. اجتماعاتنا والأشياء اللي بتخوف هي الاجتماعات الدينية بالجوامع وبالكنيس، وهذا كله توقف الحمد لله. الرجال الدين مشكورين من جميع الأديان دخلوا بهالموضوع بصورة فعالة ووقفوا الاجتماعات الدينية اللي هيدي بتساعد كتير، ووقفنا الجامعات ووقفنا المدارس. ففي تجاوب كتير أنا بقول بلبنان الحمد لله بالنسبة لغينا، وبفتكر العزل الاجتماعي عنا صار جيد، يعني هيدي من الأشياء اللي بتشجع إن شاء الله بمحاربة الكورونا. فبقول أنا أنه يمكن وضعنا أحسن من غيرنا، وإن شاء الله بنكون نقدر بهالعزل الاجتماعي الفعال نحد من أرقام الكورونا المتزايدة بشكل مخيف في البلدان اللي حوالينا. هلا بالنسبة لقدي عنا كورونا بلبنان، في كتير حكي انه في حالات كتيرة وما حدا عم يعلن عنا وما عم ينعمل فحص كتير وإلى آخر آخره، ولكن في شغلة مهمة أنا بالنسبة لي انه الموت ما فيك تخبيه، يعني إذا حدا مات من كورونا كل العالم بتعرف فيه. لحديت هلا عنا بلبنان في عنا 3 حالات وفاة، من قارون بإسبانيا صار في 300 حالة وفاة وفي 9000 حالة، يعني عم بيكون تقريبا بالعالم خبرتنا انه كل واحد بيموت تقريبا يمكن يكون في وراء ماكسيموم 100 حالة تتشخص. فإذا نحن عنا 3 حالات وفاة، يعني نحن بالنسبة لغيرنا من البلدان وضعنا لحديت هلأ مقبول. هلأ هذا ما يعني أنه والله نرخي كل شيء ونرجع مثل ما كنا، لا، ولكن أنا بصراحة بالنسبة يمكن أكثر من غيري بقول أنه الحمد لله وضعنا so far so good. إذا نطلع على إسبانيا قلت لكم في عنا 300 حالة وفاة، وفي بإيطاليا 1800 حالة وفاة. نحن بالنسبة للي حوالينا عنا هلأ 3 حالات وفاة. هلأ إذا عملنا مور تستنج بنلقط حالات أكثر أكيد، ولكن بالنسبة لحالات الوفاة اللي عنا بلبنان بفتكر وضعنا أحسن من غيرنا. هيدا بيعني أنه عم نعمل شيء نحن مزبوط، ونحن بدنا نتابع العزل الاجتماعي بصورة فعالة. هلأ شو عم نستفيد من العزل الاجتماعي؟ عم نستفيد من العزل الاجتماعي أنه الحالات ما تتزايد بطريقة out of control، ولحديت هلأ الحمد لله الجسم الطبي able to control it، قادرين نسيطر على الموضوع. فبصورة عامة نحن وضعنا بلبنان مقبول، وما بدنا نعمل هلع زيادة عن اللزوم، ولكن بدنا نضلنا نتابع حرصنا الشديد على العزل الاجتماعي، ونحاول قد ما فينا ما يزيدوا عنا عدد الحالات بسرعة مخيفة وما يزيد عنا الوفيات، وإن شاء الله دائما بإذن الله بيكون وضعنا أحسن بالمستقبل القريب. هلأ في عم بيصير أشياء كتير عم تطلع على السوشيال ميديا، نصائح وإرشادات طبية وإلى آخره إلى آخره. النصائح المفيدة it's okay، ولكن عم بيطلع أشياء cocktail of medications اللي لازم واحد يخدها، بيطلع voices وبيطلع شيء على السوشيال ميديا إنه please جيب هالإديو وحطهم عندك بالبيت، وأنا بنصحك تأخذ هالإديو وأنا بنصحك. هاي فيها مغالطات، والمديسن بهالايام صار بيرسونالايز ميديسن، يعني كل مريض وله حالاته الخصوصيه وله علاجه الخاص. فالمريض اكشوالي بينضر اذا اعطيناه كوكتيل يتعالج مثله مثل غيره. فانا بقول نعم مع الارشادات ونعم مع التوعيه، ولكن اعطاء الادويه هيك على التليفونات والحكيم ما بيعرف المريض والمريض ما بيعرف الحكيم، هيدي فيها خطوره وفيها مبالغه بالثقه من قبل المريض ومن قبل الحكيم. فالمريض اذا عنده مشاكل معينه يرجع لحكيمه الخاص
ويسأله ويتعاون معه، وما في نصايح أو علاجات one size fits all. هيدي مغالطة بالطب ويمكن تكون خطرة كمان. هلأ في القصة كتير أهم كمان مهمة بالنسبة لنا respirators. عم يطلع حديث على السوشيال ميديا وعلى التيفيز إنه ما في respirators كفاية بلبنان وإنه لازم نجيب respirators. وطبعا الريسبيريتورز محدودين وموجودين بالمستشفيات بطريقة مقبولة. هلأ بيطلع بيجيني اتصالات وبينحكى انه كل واحد لازم يشتري his own respirator، وليش ما بنشتري respirator يا حكيم ونحطه عنا بالبيت اذا صار مصار. هلأ بدي اقول هو التالي، اذا صار مصار وصار المريض بحاجة الى respirator، اخر شيء بالعالم يكون ببيته، لانه بيكون معدي بطريقة كتير فعالة، يعني عم بيرش الفيروس يمين شمال. فاذا انت مع كورونا وعندك هالفيروس عم بيرش يمين شمال بتيجي تحط ريسبيريتور، بيصير الفيروس مور ايروسولايز وبرش على اللي معك بالبيت وبرش على العائله وبرش على الهيلث كير وركر. يعني ريسبيريتور بالبيت بمرض الكورونا اخر شيء لازم ينعمل، وغلط جدا ينحط اي شخص على ميكانيكال فنتيليشن او نون انفيزيف فنتيليشن بنقول بالبيت، لانه بيكون المريض بحاله معديه ولا يمكن انه يتعالج في البيت بهالطريقه. هلا الكوميونتي بدها تساعد وتجيب ريسبيريتورز تتبرع فيهم للمستشفيات، هذا كثير مقبول وكثير جيد. وبنرجع لقصه العزل الاجتماعي، لانه نحن ما بدنا الحالات عنا تزيد بطريقه اكثر ما فينا نستوعبها بالجسم الطبي. ما تنسوا انه الريسبيريتورز بدهم هيلث كير وركرز، بده واحد يفهم فيه، بده واحد يستعمله، بده واحد يتابع الارقام المريض ويتعالج بهالطريقه. فاذا هوم ريسبيريتورز على كورونا فيروس هيدا مش مظبوط، وبالعكس خطر جدا على المريض وعلى العائله. فهيدي بدنا نكون واضحين بالنسبه لها. بده يصير في المجتمع اللبناني يساعد، بيطلع وين فينا نجيب ريسبيريتورز، بيطلع على المستشفى اللي حواليه بيشوف what they need. يمكن they need gowns, they need masks, they need respirators، بيتعاون معهم وبيخلي هالمستشفى تؤهل. واخير بدي اقول انه هيدي الكورونا وضحت انه للبناني قديه مهم المجتمع بشكل عام. يعني لحنا بايام زمان انه اللبناني اذا سوري بالكلمة كبس بيته برات بيته خلص وضعه يعني مرتاح. هلأ بهالوضع فرجه انه الكورونا يصيب الشعب بكله، ولازم يكون في بوليسز لكل الشعب اللبناني. والهيلث كير وحده من الاشياء التي لا تجزأ واللي لازم تنعمل بطريقه تغطي المجتمع اللبناني كله. وانا بقول انه وزاره الصحه عم تشتغل قد ما فيها، ولكن نحن ان شاء الله بالمستقبل بدنا نعمل مور انفستمنت بوزاره الصحه، بدنا نعمل مور انفستمنت بالمستشفيات الحكوميه، بدنا نرجع نظبط أوضاعهم ليكونوا جاهزين لهيك حالات. ختاما أنا بقول أنه أنا دائما متفائل ومتأمل إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمرقنا بهالوضع الصعب، وإن شاء الله بإذن الله بيكون إذا مرق هالوقت بيكون عنا يمكن مجتمعنا بيتجاوب بطريقة إن شاء الله فعالة مع الفيروس، أو يمكن الفيروس بوضعنا بالبلد بوضعنا ما يكون إنه إن شاء الله بيتفشى في عنا شيء بالإنفايرمنت بيساعدنا، الله أعلم. ولكن نحن هلأ بدنا نعمل جهدنا إنه الحالات ما تزيد ويمرق الوقت. مدى ما ورق الوقت وحالتنا ما عم تزيد والوضع الصحي أو الوضع المستشفيات بيستوعب الحالات، بيكون إحنا وضعنا الحمد لله منيح. ومدى ما ورق الوقت اللي صالحنا، وإن شاء الله نتخطى هالمحنة وبيكون ربنا معنا، والله يخلينا عيالنا ويخلينا عيالكم. شكرا.